استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة الادميرال يوتاكا ماراكاوا رئيس هيئة أركان القوات البحرية الياباني والوفد المرافق وذلك بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن احمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وتم خلال اللقاء مناقشه عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائيه والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين